الفنان الكبير هاني شاكر في حياتك. طب ما تسمعينا حاجة الفنان هاني شاكر. أنا قلبي ليك، أنا روحي فيك، من كتر حبي بخاف عليك. أنا قلبي ليك، أنا روحي فيك، من كتر حبي بخاف عليك. ومهما طال مشواري معاك، كل السنين يا حبيبي فداك. ومهما طال مشواري معاك، كل السنين يا حبيبي فداك. بتحبي ايه بقى لهاني شاكر؟ انا لا، هو انا عامه هو قيمه وقامه كبيره يعني، وانا غنيت معاه 4 حفلات، كانوا من احسن 4 حفلات في حياتي بجد. فين بقى؟ والله العظيم. كلهم يعني ليالي تلفزيون، كان جامعه اوبرا جامعه مصر، كانت فيها 2، في واحده كنا في جامعه القاهره. ايه رايك يا استاذ هاني؟ مساء الخير. اهلا، مساء الخير. ازي عامل، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. يمكن ومنوره يا ياسمين. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ازيك انت؟ وحشتني والله. وانت كمان يا حبيبتي، ربنا يخليك يا ياسمين. استاذ هاني، يمكن ياسمينة كانت بتكلمني دلوقتي عن اول حفله ظهرت فيها في حفلات ليالي التلفزيون، وكنت حضرتك مع الفنانه التونسيه الكبيره لطيفه، وقالت لنا ازاي كنت بتشجع يا ياسمينة. ايه اللي يميز ياسمينة علشان تحظى باعجاب هاني شاكر؟ لا، اكيد صوتها مختلف، عندها موهبه، حاسس ان صوتها مميز وجميل. والحقيقه مش يعني، انا الحقيقه طول عمري بحب زي ما اتعامل معايا وانا صغير في بداياتي، انا بحب اعمل مع اولادي الصغيرين كده في بداياتهم، ان انا يعني اخدهم معايا في حفلاتي واظهرهم واخليهم الجمهور اللي جاي يسمع هاني يسمعهم ويحكم عليهم. فياسمينة من ضمن الـ 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 الاصوات الجميله الجديده اللي انا حبيتها الحقيقه يا عمرو، وحبيت ان انا اقدمها معايا في حفله. والحقيقه صوتها فعلا مميز، يعني من الاصوات الجميله الحلوه اللي تخش قلبك. وربنا يوفقها يا رب بقى ان شاء الله في رحله الكفاح دي. يعني للاسف الشديد الزمن اللي احنا فيه ما بقاش سهل ابدا انك انت تعمل بصمه، انك تتواجد، نتيجه للزحمه الفنيه الكتيره. صحيح صحيح. وهي الحقيقه عايزه تغني، لا عايزه ترقص ولا عايزه تهزر ولا عايزه تعمل مناظر زي ما غيرهم كتير، او بنشوف ناس كتير بتطلع تعمل مناظر اهم من الغنى واهم من الصوت. فانا بعذر ياسمينة حبيبتي والاصوات الجاده اللي زيها في الزمن ده، للاسف اللي هو زمن الميديا وزمن الصوره وزمن الشهات واللبس والكلام ده. يعني ده طبعا مهم، لكن هو الاهم ان يعني انت ما بتقدم صوت جميل زي ياسمينة، يبقى التركيز على صوتها. صحيح. التركيز على ادائها، التركيز على رغم جناحها. انه في ناس انتقدت صوتها وقالت انه صوت مستعار يا استاذ هاني. انا ما شفتش كده بصراحه. انا ما شفتش كده، وانا اعتقد انه الفتره اللي جايه يعني انا سامع انها عامله شغل حلو باذن الله، وربنا يوفقها حبيبتي يا رب دايما. وهتشوف حضرتك والناس الجمهور هيسمع ويشوف ان صوتها مش مستعار ولا حاجه، بالعكس صوت جميل ومميز، ولازم كلنا نقف جنب اولادنا الصغيرين ونشجعهم ونقف جنبهم ونمد لهم ايد العون، زي ما بقول لك احنا اتعامل معانا في بداياتنا. لكن الحقيقه كان يمكن ال 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 الزمن زمان والتوقيت زمان كان اروق كتير من دلوقتي يا استاذ عمرو. احنا عايشين في زحمه كبيره جدا جدا. كان الله في عونهم يا حبيبي. طبعا صحيح، علشان كده الواحد بيفرح لما بيلاقي صوت حقيقي زي صوت ياسمينة يا استاذ هاني. طبعا طبعا، وفي اصوات حلوه فعلا ظهرت في الفتره الاخيره، لكن هي المشكله انه انت عندك حفلات قليله، تواجد
في مصر او بره مصر مش زي الاول خالص خالص. فيعني الاصوات اللي هي فعلا بتطلع عايزه جمهور عشان تغني قصاده وكده يعني مش مطربه فيديو كليب يعني. نعم قصدي ازاي؟ فمش هتطلع ترقص او تعمل شو بلبسها او بحركاتها او كده، لا هي عايزه تغني. فالنوعيه دي يعني هي دي اللي انا بشوف انها يعني ربنا معاهم يا حبايبي باذن الله وياخد بايدهم جميعا. انه محتاجه مننا كلنا تكاتف، وان شاء الله يا رب الفتره اللي جايه كده انا يعني عندي امل باذن الله ان يعني حفلات ليالي التلفزيون واضواء المدينه ترجع مره اخرى ان شاء الله، ونغني في كل محافظات مصر يا رب باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله، وبالتوفيق يا ياسمينه يا حبيبتي دايما يا حبيبي يا رب باذن الله يا قلبي باذن الله. شكرا شكرا جزيلا فناننا الكبير الاستاذ هاني شاكر.